قبل أي شيء أنا لازم أقرأ عن الشركة، أعرف طبيعتها، متطلباتها، أحاول أعرف بيئة العمل تبعتها وثقافتها، كيف من خلال الأشخاص اللي اشتغلوا عليها، كيف البوستات أو كيف على السوشيال ميديا هذه الشركة عم تكتب عن موظفينها وعن عن عن بيئة العمل تبعتها. بدي أعرف كمان معايير التقييم اللي أنا رح أتقيم عليها بفترة التجربة، حتى وإن الشركة ما عملت لي الأونبوردينج أنا لازم أقعد وأعرف كيف معايير التقييم. أهم نقطة يا جماعة إني أنا أسمع وأستكشف، لازم أسمع وأستكشف لما أدخل على هذه الشركة، يكون عندي السماع والاستكشاف أكثر من إني بس بدي أحكي وبدي أندفع. هذه من أهم الخطوات عشان أنا أندمج في فريق جديد. كتير مهم الاجتماعية إسراء، إني أحاول أكون لطيفة، أعرف من إسراء، أسأل السؤال، مش عيب، مش إشي ضدنا، بالعكس هو مهم إني أنا أعرف إني أنا كمان أحافظ إنه في فروقات، حتى لو موظف أصغر مني ممكن هو يساعدني ويدلني حتى أنا أعرف مهامي أو أعرف كيف أشتغل.